بس نقولها تاني. هل تعرفوا انتم فاتحون الشعب الغجري الملكوش؟ يلا بصوا يا جماعه، جونكشن اوف مصر ونيرف نيورون مع مصر اسمها نيورو ماسكولر جونكشن، arrival of the nerve input to cell membrane of the muscle. حتى فاكر اسمه ايه cell membrane of muscle؟ ساركولاما. حلوين لو سمحتوا كل واحد يذاكر معايا مرة بمرة، اوعى تراكم حاجات على بعض وتقول اصل عندي اناتومي ومش عارفة ايه. And no time، مفيش وقت تذاكر الكلام ده خالص. ما تضحيش بمادة على حساب مادة، يعني ما تعملش كده، ما تعملش كده، لان انت مطلوب منك النجاح في كل الموديول. لو سمحت لو سمحت مره مره ذاكر. هما ما تفتكرش ان هما هيحطوا في تفكيرهم في النهايه ان ده كان موديول عليه مش عارفه كام وده موديول. انت لازم تنجح ان اول موديول عشان تعدي خلاص. فمره مره ذاكر معايا وما تستهويش حتى لو المذاكره مش قوي، بس ذاكر احسن من مفيش خلاص. بصوا بقى يا جماعه، لما النيرف انبلس خلاص يا مازن توصل عند النيورو ماسكولار جانكشن يا اخ عمر، يلا مش كده اللي انت مصيف يا اخي. لما النيرف انبلس توصل عند النيورو ماسكولار جانكشن، النيورو ترانسميترز دي لما بتتنقل بتعمل للسيل ميمبرين دي بولاريزيشن. الدي بولاريزيشن بتاعت السيل ميمبرين بتمشي جوه التي تيوب، والدي بولاريزيشن بتتنقل للتيرمينال سيسترني اوف اس اي ار. انا عندي هنا تيرمينال سيسترني وهنا تيرمينال سيسترني بتاعت الاس اي ار. من التيرمينال سيسترني الانفلس بتروح للاس اي ار نفسها وتعمل ريليس للكالسيوم. الكالسيوم بيعمل سلايدنج للاكتين over myosin وسمي ده muscle contraction. يبقى تاني كده muscle contraction عبارة عن ايه؟ اللي هي function of the muscle contraction. number one neuromuscular junction، النيرف impulse بتوصل للسيركولما تعمل للسيركولما depolarization. depolarization يبقى transmitted to the tubule اللي هي transverse tubule المشى بالعرض، ومنها النيرف امبلس بتروح للتيرمينال سيستيرني اوف اس اي ار، ومنها تروح للاس اي ار نفسها تعمل بامبنج للكالسيوم. الكالسيوم بيعمل سلايدنج للاكتين اوفر مايوسين اللي موجودين جوه المايوفايبرين ده، بس اسمي ده ماسل كونتراكشن. العكس في الريبولاريزيشن كل الكالسيوم يرجع تاني انسايد الاس اي ار ونخزنه مره تانية. يبقى اثناء النيرف امبلس ريليس اوف كالسيوم من الاس اي ار بيعمل ماسل كونتراكشن سلايدنج للاكتين اوفر مايوسين خلاص اوكي. طب الكتاب كاتب عندنا ديورينج كونتراكشن في كذا حاجه بتحصل ديورينج كونتراكشن. هو كاتب الاي باند ديكريز ان سايز والاتش زون ديسابير خلاص، والاي باند كونست الاي باند كونستنت، والساركومير والمايوفايبرل والمسل فايبر شورتني، واللينث اوف ذا اكتين ومايوسين نوت تشينج. بصوا يا جماعه الطريقه دي في الحفظ هتلخبطك. احنا عايزين نمسكهم واحده واحده من الكبير للصغير عشان اعرف اذاكرهم. ايه اللي هيحصل له شورتنينج؟ لان هو كاتب حاجات شورتنينج وبعدين في النص حاجه مش بيحصل لها شورتنينج وبعدين حاجه بيحصل لها شورتنينج، فده بيلخبطك في المذاكره. طب ما انا لمهم احسن واعمل عليهم هايلايت كده او ماركر بماركر ايه الحاجات اللي هيحصل لها شورتنينج. نمبر 1 ممسكهم بالترتيب المسل فايبر نفسه والمايو فايبر اللي جوه والساركومير والاي باند، دول حاجات هيحصل لها ايه شورتنينج. يبقى لو انا علمتهم كده علمهم بقى معايا مسل فايبر
مايو فايبرين ساركومير واي باند. انا علمت كده على اربع حاجات بيحصل لهم شورتنينج من الكبير للصغير، الفايبر والمايو فايبرين والساركومير والاي باند. خلاص دول هيحصل لهم ايه؟ شورتنينج. طب وحاجات هت ابسنت توتال، هتختفي من الصوره، الاتش زون. يبقى الاتش زون هو الحاجه اللي هتختفي، واربع حاجات هتديكريز ان سايز، وحاجات ريمين كونستنت. مين؟ اي باند واكتين ومايوسين. بصوا بقى، يبقى لو انا كده مسكتهم، حاجه هتبقى توتالي ابسنت، وثلاث حاجات هتبقى كونستنت، واربع حاجات هيحصل لها شورتنينج هتبقى شورت. خلاص يبقى دي ابسنت خالص، حاجه هتبقى ابسنت توتال من الصوره اللي هيبقى ابسنت الاتش زون، وحاجه هتبقى كونستنت. ايه هما؟ اكتين ومايوسين. وافتكر كده، هما الاكتين والمايوسين كانوا داخلين في تركيب ايه؟ الاي باند. الاي باند خلاص، وكان الحاجات اللي ريميننج كونستنت الاي باند بكل مكوناتها، مكوناتها اللي هي جواها من ايه يعني، او جواها ايه؟ اكتين وايه؟ ومايوسين. طب والحاجات اللي بيحصل لها شورتنينج من الكبير للصغير، ماسل فايبر، مايو فايبرين، ساركومير، وايه كمان؟ والاي باند. خلاص كده. انا ليه بركز عليهم؟ لان كل دول بييجوا في امتحان الام سي كيو، لازم حضرتك انت مش هتقعد تفكر في الامتحان ايه اللي بيحصل له شورتنينج وايه اللي بيبقى ابسنت، لازم تبقى مجمعهم كويس في دماغك مرتبين. يبقى اخر مره نقولهم، ايه الحاجات من دول اللي توتالي بتبقى ابسنت؟ اتش زون. وايه الحاجات اللي ريميننج كونستنت؟ الاي باند والاكسين والمايوسين. طب وايه الحاجات اللي بيحصل لها شورتنينج؟ ماي فايبر، ساركومير، وايه كمان؟ الاي باند. خلاص كده حفظناه. طب لما الديبولاريزيشن تخلص ايه اللي بيحصل؟ الكالسيوم يعود مره تانية، يدخل جوه الساركوبلازميك ريتيكولوم ونحوشه مره تانية. خلاص كده. طب لو انا جيت سالت حضرتك كده، ده يعمل لي اكيد ماسل ريلاكسيشن، لان الاكتين والمايوسين عشان يحصل لهم سلايدنج اوفر ايتش اذر محتاجين كالسيوم. طب لو انا خدت الكالسيوم رجعته تاني جوه الاس اي ار، نو سلايدنج للاكتين اوفر مايوسين، واسمي ده ماسل ريلاكسيشن. خلاص كده احنا كده خدنا الايه؟ الفانكشن، وحددنا ايه الحاجات اللي بيحصل لها شورتنينج وايه الحاجات اللي توتالي بتبقى ابسنت. تايبس اوف ذا سكيلتال ماسل فايبرز. بصوا يا جماعه، في امتحان اخر السنه خلي بالك قوي، هو كاتب تايبس اوف ذا ماسل فايبرز ولا تايبس اوف ذا سكيلتال ماسل فايبرز؟ معناها ايه؟ لو انا قلت لك تايبس اوف ماسل فايبرز، يبقى عايز اعرف ان في سكيلتال وكارديو وسموس. طب لو قلت لك types of the skeletal، يبقى السكيليتال نفسها في منها انواع، red muscle fiber، white muscle fiber، intermediate fiber. اكيد خدتهم في الفيسيولوجي. طب لو جيت سالتك كده، شوف دي الحمام ودي الفراخ، اللحم بتاع الحمام لونه احمر غامق قوي. لو انت عارف الحمام المحشي ده بيبقى حلو قوي، ده اللحم بتاعه لونه احمر غامق قوي. طب واللحم بتاع الفراخ ابيض شطور. طب بس خلي بالك درجات الابيض مختلفه في الفرخه، صدر الفرخه ابيض قوي. طب ورك الفرخه، انا بتكلم عن الفرخه عشان ورك الفرخه لونه يميل الى ايه؟ احمر شويه من صدور الفراخ. طب وبالنسبه للحمام، لا لون غامق خالص، الالياف بتاعته لونها غامقه خالص، العضلات بتاعته اوكي. اللحمه هي العضلات، يعني لحمه الفراخ اللي انت بتاكلها دي، اللحمه البيضه بتاعت الفراخ دي اسمها عضله مصر. انت واخد بالك انت يا اكلي لحوم البشر بتاكله ايه؟ بتاكل عضلات الفرخه يا متوحش. طب ولما بتمسك ورك الفرخه تخبره، ده بتاكل ايه؟ مصر فايبرز، بتاكل مصر اوكي، عشان تبقى فاهم قد ايه حضرتك متوحش اوكي. لو على فكره في ناس كتير من النباتيين لما فكروا فيها بالمنطق
لقوا نفسهم متوحشين قوي فبطلوا اكل الكلام ده. قالك مش معقول هنهجم على مصر بتاعت الناس ده كلها ليه؟ اوكي طب لو جيت سالت حضرتك كده، طب وبالنسبه للبني ادمين لا احنا فراخ ولا حمام ولا حملنا؟ قالك طب بصوا بقى، قالك بالنسبه للبني ادمين عندنا برضو راد ووايت وانترميديت ماسل فايبرز. طب بصوا بقى، الراد ماسل فايبر تتميز ان هي ما بتتعبش، شغاله على طول، ما بتتعبش خالص نهائيا. طب لو جيت سالتك كده، الراد ما بتتعبش خالص. طب لو جيت سالتك كده، علشان كده صدور الحمام وجسم الحمام راد ماسل فايبر ليه؟ لانه بيطير، وعلشان بيطير الطيور كلها اللي بتطير. يعني ايه اللي بتطير؟ يعني الفراخ مش بتطير مثلا، الدجاج يعني الدجاجه مش بتطير، قاعده واقفه على الارض. فالحاجات اللي بتطير يعني بتستخدم عضلاتها جامد قوي، لازم بتبقى راد ماسل فايبر. يبقى انا فهمت كده، هو الحمام ليه راد ماسل فايبر؟ لانه بيستخدمه على طول فين؟ في الطيران. وعلشان يعرف يطير لازم تكون اليافه من النوع اللي بيستحمل الطيران لفترات شغل فتره طويله. طب لو جيت بصيت حضرتك كده، هي الفرخه واقفه على رجليها اللي هي الوراك بتاعت الفرخه دي، عشان كده نوع العضلات بتاعتها غامق شويه عن الصدور بتاعتها. يعني صدر الفرخه ده لا بتستخدمه لا بتقف عليه ولا بتطير بيه، فعلشان كده نوع وايت ماسل فايبر اللي بيتعب على طول، يعني مش مجهز ولا مهيئ انه يعمل اي نوع من الطاقه او انرجي بكميه كبيره تساعده على انه يشتغل فترات طويله. خلاص. طب والحمام والحاجات اللي بتطير لفترات طويله لازم يكون نوعها ريد ماسل فايبر، والريد ماسل فايبر ده لما بنشوفه بعينينا بنلاقيه لونه غامق وده باين قوي. اوكي، يبقى انا عرفت ليه في تضارب في الالوان. صدور الحمام وجسم الحمام غامق لانه بيطير، صدور الفراخ ابيض خالص تقريبا شبه ما بتستخدمهاش. طب واوراك الفراخ لون نص كده، نص ما بين الاحمر والابيض قوي. اوكي اتفقنا، لانها واقفه على رجليها. خلاص كده. طب بالنسبه لنا احنا كبني ادمين، لو قلت لك طلع لي عضله ليها اولويه في جسمك لا تقف مطلقا عن العمل، يبقى مبدئيا كده انا بدرس. سيبك من انواع الماسل فايبر السكيلتال، لو جيت سالتك بيني وبينك كده، لو انا بقول لك الكاردياك ماسل نتوقع ان هو ريد ولا وايت ماسل؟ ريد لازم، ريد لازم. بس هنعرف كمان ان هو مش اي ريد ماسل فايبر، ده ريد سبيشالايزد ماسل فايبر. خلاص. طب تعالوا كده نقيلي كده عضله ثانيه في جسمنا ما بتتعبش. قالك طب بص بقى، انا عندي عضلات ما تنفعش تتعب خالص، اللي هم ايه؟ عضلات الباك والباك اوف ذا ليج، كل دول ليه؟ جرب كده تقف بيهم ساعتين وثلاثه واربعه متواصل، وجرب تمشي بيهم 3 4 ساعات متواصل، ينفع تقدر تعمل بيهم مجهود ما حصلش. يبقى اللي انا عندي العضلات بتاعتي بتاعت الظهر، كل الانتي جرافيتي ماسل دول ربنا خلقهم لنا انه ما يتعبوش خالص بسهوله. اوكي، لكن لو جبت لك قلت لك قول لي عضلات بتعمل فانكشن سريعه وممكن تتعب بسرعه، قال لك طب بص كده، العضلات بتاعت الاي اللي هي بتعمل تويتش بسرعه وبعدين بتتعب، ما ينفعش تفضل شغاله على طول. يبقى دول نوع تاني من الماسل فايبر اسمهم وايت ماسل فايبر. طب واغلب جسم البني ادم يعني عضله زي دي، قال لك دي انترميديت، لا هي الوايت قوي ولا الريد قوي. يبقى انا عايز اعرف كده قبل ما ابتدي ادرس اي حاجه، ايه الفرق ما بين الريد والوايت؟ الريد ماسل بتشتغل فترات طويله، طب والوايت؟ تشتغل كونتراكشن سريع وتتعب بسرعه، يعني تعمل لك كويك كونتراكشن بس تتعب ما تكملش. طب والريد ماسل فايبر؟ بتشتغل على طول وذاوت فاتيك لفتره طويله. خلاص. طب والانترميديت خصائصها متوسطه بين الاثنين. طب قال لك ده في طريقه، الناس الاثليتس اللي بيلعبوا رياضه والرياضيين جدا بيحولوا الوايت ماسل فايبرز الى ريد.
ايه ده؟ يعني انت باي تريننج تقدر تحول اي وايت ماسل فايبر في جسمك انتو ريد، صح؟ قالك عضلات بطننا دي حاجات انترميديت كده مش متعوده على شغله، في حاجات منها وايت خالص. قالك الناس اللي بتلعب رياضه وخاصه بيظبطوا العضلات بتاعه بطنهم بيقعدوا يحولوا الريد الوايت ماسل فايبر بتاعتهم دي انتو ريد، ويقدروا يعملوا بيها كونتينيوس كونتراكشن لفترات طويله. الناس اللي بتلاقيهم عاملين عضلات وعاملين مناظر كده دول اشتغلوا على عضلات جسمهم، وربنا اوريدي مديك شويه ريد لحسن انت ما تعرفش تحول حاجه بنفسك كده وتبقى قاعد في بيتك كده ويبقى عندك شويه ريد تعرف تمشي بيهم. يعني ايه؟ مديلك الشويه اللي يمشوك. يعني ما ينفعش الانتي جرافيتي ماسل تبقى وايت ماسل فايبر عند حد، كلنا عندنا ريد، لكن بقيه الماسل فايبر انت في ايدك تحولها من وايت لايه؟ لريد ماسل فايبر، او من انترميديت انتو ايه؟ ريد ماسل فايبر. ازاي؟ قالك باي تريننج. خلاص؟ طب لو انا جيت سالتك كده ريجاردنج الماسل فايبرز، انت لو تفتكر شويه الفراخ والحمام والحاجات دي اللي انت بقالك كتير ما شفتهاش، لو جيت سالت حضرتك كده هي الالياف بتاعه الحمام، انسجه الحمام، تحس ان الالياف بتاعته عامله ايه؟ رفيعه جدا. اذا ما قارنتها بالياف الفراخ، الياف الفراخ سميكه اكتر، طب والياف الحمام رفيعه جدا، يبقى ده يفهمني كده ان الريد ماسل فايبر لازم يكون ايه؟ رفيع، سمول، ثين. طب لكن الوايت ماسل فايبر هيكون ايه؟ سميك. افتكر على طول كده في المقارنه في دماغك، الياف الحمام دايما فايبر بتاعته رفيعه قوي، اليافه رفيعه لو دققت فيها. طب والياف الفراخ تميل ان هي ايه؟ اكتر سمكا، لان الفراخ دايما وايت ماسل فايبر لكن الحمام ريد ماسل فايبر. اوكي؟ طب لو انا جيت سالتك هو ريد ليه؟ واحد قال لي هو انتوا بتشوفوا تحت الميكروسكوب ريد ولا بالعين ريد؟ الاثنين. انت اهو من موريها لك اهو، ما انت بتاكله بيطلع واحنا بنشرحه كده بنقطع جسم الحمام تلاقي لحمه بني غامق. طب ولحم الفراخ انت شايفه بعينيك لونه ابيض وايت بجد. طب واندرو مايكروسكوب ايه اللي مخليه ريد وايه اللي مخليه ده وايت؟ ده اللي مخليه ريد تحت الميكروسكوب، نمبر 1 فاسكولاريتي كتيره، مايجلوبين كتير، ميتوكوندريا كتيره. يبقى كم حاجه خليته ريد؟ يلا لا اس اس صفيه ايه ده؟ يلا نمبر 1 لا ايه بص يا عيال، بص يا عيال يا عبيط، بلاد فيسلز فاسكولاريتي، ها مايجلوبين، ها ميتوكوندريا. ليه؟ قال لك بصوا هي الميتوكوندريا دي عشان تشتغل عايزه ايه؟ اكسجين، والاكسجين يشيله مين؟ الميكروبين، ويجيبوا اصلا الاكسجين من ايه؟ من البلاد فيسل. يبقى الثلاثه مرتبطين ببعض كوظيفه، ايه هما؟ ميكروبين محتاج يشيل لنا اكسجين، يجيبوا منين الاكسجين؟ من الدم، واحنا عايزين اكسجين ليه؟ لعمل الميتوكوندريا. بالصدفه طلع الميكروبين يدي لون احمر للنسيج بتاعي، والميتوكوندريا تحت الميكروسكوب بتبان اسيدوفيليك او احمر، والبلاد فيسل بيبقى مليان دم بيبان باللايت مايكروسكوب احمر. يعني بالصدفه طلعوا الثلاث حاجات دول بيدوا للمصل ايه؟ لون احمر. ايه الثلاث حاجات اللي بتدي لي اللون احمر للمصل؟ ثلاثه، ايه هما؟ بلاد فيسل، ميتوكوندريا، مايجلوبين. والثلاثه طلع شغلهم مرتبط ببعضهم البعض. طب لو جيت سألتك الوايت ماسل فايبر بيشتغل بأكشن تاني خالص، جلايكوجين، جلايكوجين، جلايكوجين هو مصدر الطاقة. يبقى العكس، الوايت ماسل فايبر في الحاجات دي كلها لا أقل، لكن في مين اللي مصدر طاقة؟ جلايكوجين. في إيه؟ جلايكوجين. طب لو أنا جيت سألتك كده دول للريد ماسل فايبر ودول وايت ماسل فايبر، طب لو انا جيت قلت لك الماسل فايبر الريد ده رفيع قوي والوايت ماسل فايبر تخين، والريد ماسل فايبر رغم ان هو رفيع انت يا مازن مليته بمايجلوبين ومليته بمايتوكوندريا، اياك يا عبيد تقولي ومليته ببلاد فيسل. هو الفيسل جوه الفايبر ولا اوتسايد الفايبر؟ اوتسايد، حوالين الفايبر. خلاص؟ طب لو جيت سالت حضرتك كده سؤال، انا المسل فايبر ده مليته بميوجلوبين وميتوكوندريا، هل في مكان احط فيه الميوفايبرلز؟ مفيش. ليه؟
انا اكتر مساحه سبتها لمين؟ بصوا كده، ده منظر ريد ماسل فايبر حطيت فيه ايه. بصوا بدل ما بين الماي وفايبر والتاني كنت بحط صف واحد ميتوكوندري، شوفوا حطيت ايه، ممكن صفين ميتوكوندري. طب ده بيجي على حساب مين؟ الماي وفايبر تبقى قليله. طب بصوا الوايت ماسل فايبر حطيت كام؟ واحد اثنين ثلاث صفوف مايو فايبرين، وفي صفوف ما حطيتش بينهم ميتوكوندري اصلا. اوكي، يبقى لو انا جيت قلت لك انا بحط ميتوكوندريا كتيره على حساب مين؟ المايو فايبرين. يبقى لو جيت سالتك مين اللي عددهم قليل قوي؟ المايو فايبرين. حد فاكر المايو فايبرين دول كانوا بيسببوا لي ترانسفيرس سترايشنز؟ يبقى تخيل كده الترانسفيرس سترايشنز مش هتبقى واضحه قوي جامد قوي في الريد ماسل فايبر زي الوايت ماسل فايبر لو احنا بنتكلم كفاهمين الكلام ده. طب لو جيت سالت حضرتك كده تعالوا نمشي بقى الكرايتيريا ريد اند وايت ماسل فايبر مع بعض، طب تقدر تقول لي كده مين اللي عنده ريد ماسل فايبر في جسمنا؟ الماسلز بتاعت الباك. طب ممكن اسال حضرتك واحد بيجري لمسافات طويله ماراثون ناوي يجري له 10 كيلو 6 كيلو، يبقى عضلات جسمه بقت وايت ولا ريد؟ ريد. انت عارف عشان تجري محتاج ايه؟ عضلات الباك بس ولا عضلات كمان رجلك من قدام وكمان عضلات ايه؟ الرجل نفسها وكمان عضلات ده كله بقى بالتدريج. الناس اللي بتلعب جري لمسافات طويله كل عضلات رجليهم بالتدريج بتبقى ريد ماسل فايبر. الناس اللي بتدخل ماراثون، طب لو انا جيت سالتك واحد بيلعب لعبة قفزة واحدة يروح سبرنتنج، يعني راح ناطط بطة واحدة بسرعة مرة وخلاص، ده عنده رايد ولا وايت ماسل فايبرز؟ وايت. هو خلاها عضلات رجليه تعمل صدر كونتراكشن قوي بات وانس، يعني خلاص مش هيخليها تعمل كده تاني. لكن اللي بيجري في ماراثون بيفضل يجري بالايه؟ بالساعات، يفضل يجري نص يوم مع نفسه كده. هو ازاي عضلاته ما تعبتش؟ يعني الناس بتقعد تبص ياه هو ده ازاي ما تعبش، هو مش مساله ازاي ما تعبش، هو تدريجيا حول عضلات جسمه من وايت بتتعب لريد ما بتتعبش باي تريننج بالتدريج. خلاص، طب هو ازاي عرف يحولها؟ الجلايكوجين ابتدى يقل جوه العضلات دي وابتدت تعتمد على طريقه اسمها ايروبيك ريسبيريشن، وابتدت عدد الميتوكوندريا تزيد. هي الميتوكوندريا بتزيد لانها بتديفايد بديفيجن شبه سمبل ديفيجن. طب وبالتالي اتحولت عضلاته من انهي نوع؟ طب وتدريجيا ابتدت نتيجه الاكسرسايز اللي بيعمله زود فاسكولاريتي للمناطق دي. اي واحد بيعمل مجهود عنده سيركيليشن سريعه وكويسه. طب واي واحد قاعد بدون مجهود بتبقى السيركيليشن بتاعته والبلاد سبلاي بتاعت الاريا بتاعت جسمه ضعيف وسلو. خلاص كده؟ اوكي؟ طب لو جيت سالتك كده تعالوا نطبقهم على الفراخ والحمام كده، الفلاينج بيرد عندهم اللي هم بيطيروا عندهم جسمهم معمول من ريد ماسل فايبرز، اوكي؟ طب اديني مثال لوايت ماسل فايبر اللي هي زي العضلات بتاعت العين اللي هي بتعمل sudden contraction وبعدين relaxation بسرعه. اوكي اتفقنا كده؟ طب تعالوا كده بقى ناخد الكلام ده. نعم؟ ريد وموديفايد ريد، مش ريد بس، ده هيطلع ريد بالموديفيكيشن. خلاص؟ لو جيت سالت حضرتك كده الكلاسيفيكيشن بتاعت المسل فايبرز، واحد يقول لي مهمه في ايه؟ لو خدنا بايوبسي من عيان، يعني ايه كلمه بايوبسي؟ عينه يا سلسبيل. لو خدنا عينه من عيان من عضلاته نقدر ندسكفر الامراض بتاعته لو احنا عارفين الريد من الوايت ماسل فايبرز. واحد يقول لي ازاي؟ قال لك طب واحد خدنا حته من عضلات رجله من ورا متوقعين ان العضله دي وات تايب ريد، طب خدناها وبصينا عليها بالمايكروسكوب لقينا ما فيهاش ميتوكوندريا او الميتوكوندريا بتاعتها ضعيفه جدا، يبقى ده معناه ان هو عنده ايه؟ مرض، لان ده ربنا خلقها لك طبيعي لازم تكون ايه؟ ريد. طب قال لك ده ممكن ندتكت بيه بعض الامراض زي الميتوكوندريال ديزيزز او ديس اوردرز. تاني واحد عضلاته بتاعت حته معينه من جسمه ولتكن الباك ماسل، احنا عارفين كلنا ان هي المفروض تبقى انهي نوع؟ بيروح لدكتور يشتكي ان هو رجليه دايما بتتعب مش قادر بقى،
ده مش الطبيعي. الطبيعي في الناس العادية طالما ربنا خليه لك دي رادي يبقى لازم تشتغل، يعني هي بتعرف تشتغل لوحديها. طب لو واحد ابتدى يشتكي انه يقولك اول ما اقف بس خمس دقايق اتعب مش عادي، ده طبيعي؟ لا مفيش كده، يبقى ده اللي مش عادي. لو راح لدكتور وخد منه عينة من دي وشافها تحت الميكروسكوب ممكن نعرف هو ايه الديس اوردر اللي عنده، لان ايه لو لقينا متوقعين ان المسل فايبر ده عنده ميتوكوندريا كتيره ولا قليله؟ كتيره قوي. طب لو احنا فحصناه تحت الميكروسكوب ولقينا الميتوكوندريا بعافيه شويه نقدر نشخص ان عنده ميتوكوندريا ديزيز. ميتوكوندريا ايه؟ ديس اوردر او ديزيز. يعني لقينا المسل فايبر كله بثلاث اربع ميتوكوندريات يبقى ده عنده ايه؟ مشكله كبيره. خلاص كده؟ ديس اوردر. الكومباريزن تيجي سؤال تحليل. Compare between red and white. سؤال تحريري في امتحان آخر السنة. سؤال تحريري. يلا يلا يا مصطفى يلا. سؤال تحريري. طب ممكن أسأل حضرتك كده. Regarding the color. مين لونها red ومين لونها white؟ الريد لونها red والwhite لونها white. شوف إزاي الشطارة. مين اللي عنده myoglobin كتير وvascularity كتير وميتوكوندريا كتير؟ علاقة التلاتة ببعض. ميتوكوندريا وفاسكولاريتي وميكلوبين، ايه علاقه الثلاثه دول ببعض؟ الثلاثه دول ايروبيك ريسبيريشن. لكن الوايت عنده مين اللي كتير؟ جلايكوجين كتير. مين حجمه ارفع؟ مين عنده مايو فايبرلز اقل؟ الريد. ليه؟ تفسيرها ايه؟ مليت السيتوبلازم بميتوكوندريا كتيره وده جه على حساب المايو فايبرلز. خلاص كده؟ مين اللي عنده بيعمل contraction sustained maintained contraction؟ الريد. مين اللي بيعمل فاص فتيك وبيحصل له فتيك سريع؟ الوايت. خلاص. طب لو جيت سألت حضرتك كده مين فيهم السورس بتاعه للانرجي هو الايروبيك ريسبيريشن؟ الريد. ومين السورس بتاعه الايروبيك بالجلايكوجيناليسيس؟ الوايت. طب تعالوا بقى ناخد كده regeneration of the skeletal muscle. بصوا كده يا جماعة. حضرتك احنا قلنا ان احنا بنتكلم من الوايت تو ريد تمام؟ طيب ما ينفعش ان احنا يحصل عكس في اي مشكلة؟ ما ينفعش ان يحصل متحول من الريد تو الوايت؟ وايت؟ لا ده مرض. والناحية الثانية طبيعي؟ ده طبيعي جدا. بصوا كده يا جماعة، لو ده مصل فايبر حواليه سيل ممبرين وحوالين السيل ممبرين بيزل لامينا او اكسترنال لامينا. هيا عمر، بص يا عمر حبيب، بيزل لامينا او اكسترنال لامينا. السكيليتال مصل دايما شايف المصل الخلية الحمراء دي محوشة خلية حمراء في جيبها اسمها ايه؟ ساتلايت. اسمها ايه؟ ساتلايت. فاكرين لما خدنا ساتلايت بتاعت النيرف سيلز اللي كانت حوالين الخادمات بتاعت النيرف سيلز؟ اسمها ساتلايت سيلز. لو واحد عنده مصل اتقطع الساتلايت سيل دي تديفايد بميتوزيس بروليفريشن. بروليفريشن يعني انقسام ميتوزي تكاثر عددي نسميه بروليفريشن. فيوز تندمج وتعمل نيو مصل فايبر. تاني سمعت طول عمرك عن لعيب كرة حصل له تمزق عضلي ويقول لك الدكتور قال له يقعد مش عارفه شهر ولا شهرين في البيت وبعدين يرجع تاني يلعب. طب يعني ايه تمزق عضله؟ يعني عضله اتقطعت. طب هيعوضوها ازاي؟ قال لك طب الساتلايت سيلز اللي موجوده جنب النيرف جنب المصل فايبر، لو ده مصل فايبر اللي بره دي اسمها بيزال لامينا او اكسترنال لامينا ودي الساتلايت سيلز. الساتلايت سيل لو حصل انجري للمسل فايبر تبتدي تنقسم بالميتوزيس وتعمل سيلز كتيره. السيلز دي تفيوز مع بعضيها وتعمل لي نيو مسل فايبر. خلاص. خلي بالك دي ميكانيزم تعويضيه ربنا خلاها للسكيليتال مسل. مش كل المسلز في جسمك بتعرف تريجنريت. يعني هنيجي ناخد بعد كده كاردياك مسل هنعرف ان ربنا ما ادهاش ساتلايت. سبحان الله. مع ان انت تقول مفروض الكارديك مصل هي اولى واحدة كانت ما عندها ايه؟ ساتلايت. اوكي؟ وكأنه ميكانيزم علشان يبقى فيه سبب الواحد يموت هيموت ازاي؟ فعلا. طب
لو تخيل لو عضله القلب دي طول النهار عمالين نعوضها، اللي يبوظ هنا تتعوضه وتبوظ وتتعوضه وتتعوضه خلاص كان هنفضل ايه نكمل. لكن سكيلتون ماسل بتنفع ايه تتعوض سبحان الله. والكاردياك لا، يعني في ناس كتير بتفكر هو ليه كاردياك لا وما عرفوش ليه، ليها اكسبلانيشن متوقع كعلم، لكن انت كبني ادم تقدر تطلع لها تفسير في الحياه عشان يكون في سبب او لازم تنتهي الحياه. اوكي تبعنا؟ طب ليه لو جيت سالت حضرتك كده يعني حتى الحاجات اللي فيها مرض وما لهاش طريقه تبرير عندك طلع ان ليها سبب، سبب تاني. بس احنا بيوند الايماجينيشنز بتاعتنا، تفكيرك خيالك راح لفين يبقى هو كده. يبقى وفي ناس بتحاول دلوقتي ايه تخليها تفضل تعيش، بيحاولوا يزرعوا يو ام سي ويخلوها تتحول لكاردياك ماس، بيحاولوا. لا لحد ما كان بدليل ان كان عمرك سمعت عن واحد عمل له قلب جديد وصلوا ازاي؟ ما وصلوش طبعا لحل لسه. اوكي اعتقد ان هي هتبقى صعبه قوي. اوكي ماسكولو تندينيوس جانش صعب. يعني ايه ماسكولو تندينيوس؟ يعني ايه ماسكولو تندينيوس؟ بصوا يا جماعة هقول لكم حاجة. ماسكولو تندينيوس جانش ادي المصل اهي جواها مصل فايبر، اللي انا برسمهم بالقلم الاحمر دول المصل فايبر. ما بين المصل فايبر والتاني كونكتيف تيشو صح كده؟ ده تركيب المصل. وادي التاني، انت من الترم الاول خدت ان التندون عباره عن ايه؟ كونكتيف تيشو، عباره عن وات تايب اوف كونكتيف تيشو؟ ريجولار وايت فايبرز كونكتيف تيشو. طب بصوا بقى عند الماسكولو تندينيوس جانكشن اللي هي الحته دي اللي ما بين المصل والتندون، ايه اللي هيحصل؟ المصل فايبر تبقى تابرنج، يعني الاطراف بتاعتها عملت كده تابرد ان. لا تابر يعني الطرف بتاعها بقى مدبب كده خلاص. طب وبعدين الكونكتيف تيشو يكمل، يبقى عند الماسكولو تندينيوس جانكشن المصل تتوقف الفايبر يبقى تابري تابرد ان. تابر يعني الاطراف بتاعته عامله زي السهم كده مدببه. طب والكونكتيف تيشو يكمل عشان يكمل بعد كده مع الكونكتيف تيشو بتاع التندون. شوف بقى انا عملت ايه، خليت المصل فايبر توقف. توقف ازاي؟ اطرافه بقت ايه مدببه كده مثلثه الطرف بتاعه. طب وايه اللي حصل للكونكتيف تيشو؟ كمل علشان يتواصل مع الكونكتيف تيشو بتاع التندون خلاص. يبقى ده تندون، علشان اكمل مع الكونكتيف تيشو بتاع التندون المصل بيقف والتندون الكونكتيف تيشو بيكمل. واحد يقول لي طب ينفع اقولها بطريقه ثانيه، وان الكولاجين بتاع التندون يدخل يسبريد ما بين المصل فايبرز؟ صح هي هي. يعني ينفع تقول المعلومه بطريقه ثانيه، ان الكولاجين فايبرز بتاعه التندون بتدخل ان بتوين المصل فايبرز؟ ما هي هي. يبقى حد يقول لي عند الماسكولو تندينيوس جانكشن ايه اللي حصل؟ حاجتين، ايه اللي حصل للمصل فايبر؟ توقفت والاطراف بتاعتها بقت تابرنج اند او تابرد اند. وايه اللي حصل للكونكتيف تيشو؟ كونكتيف. طب تقدر تقول لي اسلوب تاني؟ التندون كولاجين فايبرز سبريد بتوين
ماسل فايبر. واحد يقول لي طب وليه ما يكونش التندون كونكتيف تيشو هو اللي طلع وابتدى ينتشر ما بين الماسل فايبر؟ اقول لك ممكن. يبقى تقولها الكتاب كاتبها بالطريقتين علشان تغلب في المذاكره. كاتبها لك بالطريقتين، الكتاب كاتبها مرتين، هي هي نفس الجمله بس كاتبها بطريقتين. مره كاتب لك ان كونكتيف تيشو يكمل عند الماسكولو تندينيا جانكشن، ومره تانية كاتب لك وكان الكولاجين بتاع التندون سبريد بتوين ماسل فايبرز او بريزنت بتوين ماسل فايبرز. تاني اللي انا رسمه في القلم الاحمر ده يمثل ايه؟ ماسل فايبر. تاني قولها لي اخر مره بقى، ايه اللي حصل للماسل فايبر؟ ستوب. ستوب بقى اطراف شكلها ايه؟ تافرد اند. يعني ايه كلمه تافرد اند؟ مدببه. طب وايه اللي حصل للكونكتيف تيشو اللي ما بينهم؟ كونتينوس. كمل. طب تقدر تقولها لي بطريقه ثانيه؟ الكولاجين بتاعت التندون كمل ما بين الماسل فايبرز. خلاص كده؟ الحته دي اسمها ماسكولو تندينيا جانكشن، ما تجيش تحريري، ممكن سؤال ام سي كيو فيها. خلاص؟ الريجن الحته بتاعت الماسكولو تندينيا جانكشن ما تجيش سؤال تحريري. الريجينريشن ينفع تيجي من ضمن اوجه المقارنه، يعني اجي اقول لك قارن بين الريجينريشن اوف سكيليتال اند كاردياك، فهتكتب الريجينريشن كده. خلاص هي مش هتيجي سؤال لوحديها منفصل، يقول لك قول الريجينريشن اوف ذا ماس، يعني دايما بتيجي في صوره مقارنه. خلاص الميديكال ابلكيشنز اللي مكتوبه عندك اول مره تتكتب في كتاب السنه اللي فاتت، فهي مهمه. يبقى دول مهمين اللي هي المسل كرامب والمايوثينيا جريفز. يعني ايه مسل كرامب؟ تشنج عضلي، صح؟ ده بينتج من ايه؟ اكسجين كتير ولا قليل؟ قليل. يبقى الميتوكوندريا اشتغلت ولا ما اشتغلتش؟ ما اشتغلتش كويس. طب مفيش طاقه، مفيش طاقه نتيجه نقص البلاد سبلاي لحته معينه. اوكي اتفقنا؟ طب يبقى لو جيت سالت حضرتك كده نقص البلاد سبلاي لمكان معين او لورد ليفل اوف بوتاسيوم كمان، اوكي، بيعمل لي ماسل كرامب، بيعمل ماسل ايه؟ كرامب. طب ده بيحصل امتى؟ لو انا قلل البلاد سبلاي او واحد ابتدى يعمل سيفير اكسرسايز من غير ما يعمل تسخين الاول. مش تسمع عن واحد بيقول لك نزل يسخن الاول؟ يعني ايه نزل يسخن؟ يعني ابتدى يعمل ستريتشنج لعضلاته شويه. يعني ايه ستريتشنج؟ يبتدي يحاول يزود لها البلاد سبلاي تدريجيا علشان تبتدي تشتغل. اوكي، لو واحد نزل فجاه ابتدى يعمل تمرينات عنيفه وما كانش عامل قبل كده تحليه او ستريتشنج للمصل بتاعته، او ما كانش عامل تسخين لعضلاته كويس، ايه اللي بيحصل؟ يبتدي يحصل ايه؟ تشنجات لعضلاته، كرامبينج. اوكي، لو جيت سالت حضرتك يعني ايه مايوثينيا جريفز؟ واحد عضلاته فجأة تضعف، وللأسف الشديد من الحاجات اللي منتشرة قوي. ليه؟ فجأة لقوا جسمك نفسه يطلع يهاجم العضلات السكيلتال بتاعته ويموتها. هو بيهاجم ايه؟ الاسيتايل كولين ريسبتور عند النيورو ماسكولار جانكشن، وبالتالي العضلات دي لا تعمل. طب قالك اني عضلات لا تعمل؟ قالك عضلات الفيس وعضلات الاي وعضلات التنج وليتر اون عضلات الشست، والواحد ده يموت من ريسبيراتوري تراكت انفكشن لان عضلات الجهاز التنفسي لا تعمل، مش عارف ياخد نفسه، مفيش، مش عارف يحرك حتى عضلات صدره. خلاص اسمي المرض ده مايوثينيا جريفز. ده دلوقتي للاسف بقى منتشر، ده من الحاجات اللي عماله تنتشر. ويقولوا ليه؟ طب ما كانش موجود زمان. ابتدوا قال لك ده كتير قوي، الجسم ايه اللي بيخليه يبتدي يعمل كده؟ في ناس قالوا ثيري انه من الاكل، وفي ناس قالوا ده من مش عارفه من الاكسبوجر لايه للتلوث، وفي ناس قالوا مش عارفه ايه هو اللي بينيشيت الاوتوميون. في ناس قالوا في اخر مزاجه وقال لك ده اوتوميون، ده خلاص يعني الجسم هو اللي بيعمل كده مع نفسه واحنا مالناش دعوه. اوكي اتفقنا؟ طيب تعالوا بقى نبتدي حاجه جديده اسمها كاردياك ماسل. كارديك ماسل. قبل ما نبتدي كارديك ماسل بقى سيب الكتاب خالص، سيب الكتاب، سيب
سيب الكتاب. بص هنا ده قطعة من القلب عبارة عن ايه؟ بص بقى عضلة القلب نفسها اسمها مايوكارديوم، يبطن القلب من الداخل حاجة اسمها الاندوكارديوم، يوجد على القلب من الخارج حاجة اسمها البريكارديوم. تاني بقى نمبر 1 ده اندوكارديوم اللي لونه احمر غامق ده، من جوه القلب متبطن بغشاء اسمه الاندوكارديوم، ومن الخارج متغطي بغشاء اسمه بيريكارديوم. البيريكارديوم طبقتين يفصل بينهما فراغ، طبقة تلتصق على القلب تسمى فيسرال لير، وطبقة بعيدة عن القلب تسمى بارايتال لير. يفصل بينهما فراغ اسمه بيريكارديال كافيتي او ساك او سبيس مليان بسائل. يبقى هو طبقتين، دي ودي، الطبقه دي اسمها فيسرال وطبقه اسمها بارايتال، بينهم فراغ. الفراغ ده يعني كافيتي لايك، يعني سبيس مليان بسائل، عشان كده بنسميه سيرس ممبرين. الفيسرال لير ليها انذر نيم اسمها ايبيكارديوم. اسمها ايه؟ ايبيكارديوم. تاني انا قلت كم معلومه، قلت لك في كم حاجه في القلب. بص يا اسماء، بص يا حبيبتي، ده اسمها ايه؟ مايوكارديوم. وده اندوكارديوم. وعندي غلاف على القلب من الخارج عباره عن طبقتين اسمهم باريكارديوم. اسمه باريكارديوم. طبقة تلتصق على القلب مباشرة وتسمى فيسرال لير، وطبقة أخرى بعيدة عنه قليلا تسمى بارايتال، بينهما فراغ ويسمى سبيس أو اللي احنا بنسميه البيريكارديوم. نفس السبيس ده انتوا عارفين ليه سموه سيرس ممبرين؟ لأن هنا بيبقى فيه قطرات سائل موجودة في الفراغ ده. الاسم بتاع الفيسرال لير إبيكارديوم. اسمه ايه؟ الفيسرال لير ليها سبيشال نيم اسمها الايبيكارديوم. اسمها ايه؟ ايبيكارديوم. تاني بقى حد بقى شاطر كده يقول لي يعني ايه القلب متكون من ايه وايه وايه وايه؟ يلا ده الاول الاساسي مايوكارديوم، وغلاف داخلي اسمه اندوكارديوم، وغلاف على القلب من الخارج اسمه باريكارديوم. الباريكارديوم كم طبقه؟ اثنين، واحده اسمها فيسرال والثانيه اسمها بارايتال. الفيسرال ليها سبيشال نيم ايبيكارديوم. اسمها ايه؟ ايبيكارديوم. تمام كده؟ يبقى لو في الامتحان جه قال لي يعني ايه ايبيكارديوم؟ فيسرال لير اوف ذا باريكارديوم. طب لو جيت سالتك كده، فاكر وانت صغنن خدنا تركيب الفيسرال والبارايتال لير بتوع الهارت دول، فاكرينهم؟ مش كاتبهم هنا ميدل لير مايوكارديوم، مش كاتبهم. الحمد لله. فاكر لما في الترم الاول خدنا تركيب البيريكارديوم كان معمول من ايه؟ انا رسمته. فاكرين لما كنا بنقول سيرس ممبرين كان عباره عن ايه؟ سمبل سكويمس ايبيثيليوم كده وسمبل سكويمس ايبيثيليوم كده. حد فاكر كان اسمه ايه؟ ميدوثيليوم، وبينهما قطرات من فلويد، وتحتيهم لوس اريولار كونكتيف تيشو الاثنين، لان احنا قلنا مرتين واحنا بنذاكر الترم الاول، مره تبع الايبيثيليوم ومره تبع الكونكتيف تيشو، ومصيبتكم سودا بنقول التالت مره في مصر وايه ولا كانه قلنا حاجه. اقول لهم فاكرين تركيبه ايه؟ لا ما فاكرين. هو ده ظبطت. حد بقى يقول لي كده الفيسرال والبارايتال لير دول تركيبهم كان ايه؟ سمبل سكويمس ايبيثيليوم. بالمناسبه بقى المره الجايه همتحن في الحته صغننه جدا من المصل اللي خدناه النهارده، اللي هي من اول الريد مصل فايبرز والوايت مصل فايبر لحد ما هنقف النهارده، وهنمتحن في السيتولوجي جولجي ابريتس واندوبلازميك ريتيكولوم بس. اندوبلازميك ريتيكولوم وجولجي ابريتس بس. لا جولجي عشان الناس تذاكر بجد، جولجي ابريتس واندوبلازميك ريتيكولوم. نعم كله يوم الثلاثاء. لا عملت ايه؟ طب انا هخفف عليكم شويه، يوم الثلاثاء نمتحن ما تبقى بس من حصه النهارده في المصر بس. تمام كده؟
والاحد نخلي السيتولوجي. بس اكيد هكتروا بقى شويه، انا كنت عامله على جولجي وار اي ار واس اي ار نمتحنهم بعد بكره. طالما الامتحان مش بعد بكره هناخد معاهم كمان لايزوزومز وبيريكسيزومز. معقوله لا يمكن نغلط بقى؟ واحد قال ان هو نو بروبلم يبقى في بروبلم. يلا بس الله يا حد بقى يقول لي كده ترتيب الالم القلب ده عباره عن ايه؟ منكم لله بوظت قولوا اي كارديوم واللي جوه اسمه اندوكارديوم واللي بره اسمه بيريكارديوم. حد شاطر فاكر الاندوكارديوم ده عباره عن ايه؟ انا اقول لك الاندوكارديوم نفس التركيب سمبل سكويمس ايبيثيليوم اهو اسمه المره دي اندوثيليوم وتحتيه لوس ايرير كونكتيف تيشو. ده تركيب الاندوكارديوم. ده الاندوكارديوم دي اسمها اندوثيليوم وده لوز كونكتيف تيشو. لو انت فاكر من زمان خدناه خلاص ده فهمك معنى كلمه اندوكارديوم ايه وكده. اصل انت بعد كده تروح الباثولوجي محدش يقعد يقول لك ايه الاندوكارديوم والبريكارديوم والمايوكارديوم خلاص لا ما مش خلصتوا خالص انتوا رايحين كتير لسه كتيرين بقينا تقعدوا كتير عندهم. لا ده انتوا راحوا بس سلموا عليكم ورجعوكم ما عملوا لكمش حاجه مش اديكم الجنرال الانترودكشن الانترودكشن الصغننة دي طب انتوا لسه هتروحوا تاخدوا حاجات كتيرة ما جابوش لسه اكيد سنة القلب جابوا سنة الميوبثي و ايه؟ لا في الموديول ده مش تكتير الموديول ده اقل من الاستارج اقل من الاستارج يلا كمان organization of the احنا ايه اللي هندرسه في الشابتر ده؟ لو انت قاعد عبيط كده مش فاهم حاجه مش انت طبعا هم عايز اقول لحضرتك احنا جايين ندرس ايه في الشابتر ده؟ اندوكارديوم ومايوكارديوم وبيريكارديوم وايبيكارديوم. لا هندرس ايه؟ احنا بندرس مصر بس يبقى احنا جايين ندرس ايه؟ مايوكارديوم. طب نفسك وامنيت عينك امنيت حياتك كده عينك نفسك في ايه لما سالك امنيتك ايه تعرف هو ايه البريكارديوم ترجع بقى لشابتر الابيثيليوم. طب نفسك وهتموت تعرف يعني ايه اندوكارديوم ترجع برده لشابتر الابيثيليوم بتاع زمان اوكي. لكن احنا جايين في الشابتر ده ندرس ايه؟ مصل بس. يبقى ندرس ايه؟ المايوكارديوم اوف ذا هارت. يبقى اياك اجي اسال واحد منكم يبقى قاعد عبيط كده روح سألاه هي الكارديك مصل موجودة فين؟ يقول لي موجودة في القلب. القلب يا ابني ده طلع حاجات كتير اندوكارديا وبيريكارديا وايبيكارديا واندوكارديا. طب يبقى مين في المايوكارديا وفي هارت خلاص؟ تعالوا ناخد كده تركيب الكارديك مصل. سيب بقى كل حاجة. الكارديك مصل ليها سبيشال اورجانيزيشن. بصوا كده الكارديك مصل فايبر معمول من ايه الفايبر؟ ميني سيلز. واحد يقول لي طب تعالي كده وريني لو انت قصدك ده الفايبر اقول لك اوكي قصدي ده الفايبر وقصدك مثلا ده فايبر قصدي ده فايبر. الفايبر شكله ايه؟ معمول من اكتر من سل. ادي الفايبر ده معمول من سل وسل مثلا اهو. طب والفايبر ده معمول من سل اثنين ثلاثة ودي بدايه واحده رابعه عليك اسمي السل الواحده دي كاردياك ماسل سل دي سل مايوسايت سل. طب واسمي ده كله اسمه فايبر واسمي ده ايه فايبر. يبقى كاردياك ماسل مختلف عن السكيليتال ماسل ان معمول المسل فايبر اوف ميني سيلز معمول من ايه ميني سيلز. ادي سل اهي ودي سل اهي. شكل السل ماشين سلندريكال ولا برانشنج وانستموزنج؟ يعني بص ده الفايبر المصل دي سل عامله ايه في الاخر برانش. طب ودي عامله ايه برانش ودي برانش وعاملين ايه في البرانشنج بتاعتهم انستموزنج خلاص. طب لو جيت سالتك سيب الكتاب خالص لما اجي اشرح هل هقدر اوصف
الكاردياك مصل فايبر زي ما كنت بشرح سكيلتال مصل فايبر. لا لا ليه بيكسر مشاكل كتير تواجهني. هو واحد قال مشكله برانشنج، انت هتحسبي لي البرانش ده تبع الفايبر ده ولا تحسبيه تبع الفايبر ده؟ مش عارفين. طب واحد قال لي هتحسبي لي ان الفايبر ده لو حسبنا دي تبعه معمول من كام سل؟ مش هنعرف. طب يبقى ما نقدرش. يبقى هنا مضطرين غصب عننا نوصف ايه بس؟ السل. مش هنقدر نوصف الفايبر. يبقى انا كل كلامي هوصف ايه بس؟ سل. واحد يقول لي طب فين حدود السل؟ ادي السل اهي، من اول ما رسمت خط كده وخط كده وخط كده اعتبرت دي سل، مع ان شكلها غريب اعتبرناها سل. طب انا جيت رسمت دي كده وحطيت لك كده خط، يبقى اعتبرت دي كمان ايه؟ سل. يبقى انا وصفي دلوقتي للفايبر ولا للسل؟ للسل. طب وبتحددي السل بايه؟ جانكشن بين تو سيلز اسمي ده ابتدى يعمل فايبر. يعني واحد قال لي وانت بتحدديها لحد فين؟ قال لك لحد السيل ممبرين بتاعها ما يخلص وابتدي يعمل جانكشن مع السيل ممبرين الثاني. هي دي السيل ممبرين بتاعها لقيناها فين؟ اهو اهو اهو، رحنا مسميينها كده ايه؟ سيل. طيب جانكشن ما بين سيل وسيل اهو نسميه انتركاليتد ديسك. اسمه ايه؟ انتركاليتد ديسك. يبقى الجانكشن دي مكان التقاء سيل ممبرين وسيل ممبرين. سمينا الالتقاء بتاع تو سيل ممبرينز ايه؟ انتركاليتد ديسك. يعني ايه انتركاليتد؟ المحشور بين. كلمه انتركاليتد يعني محشور بين. انا لسه ما ابتديتش في الكتاب، خليكم معايا هنا. تعالى وصف لي واحده من السلز طولها 80 مايكرون، قطرها 15 مايكرون، وانت شايف من الصوره ممكن تبقى ايه كمان؟ برانشل. طب لو جيت سالتك عندها كم نيوكليس؟ واحده سنجل اند مي بي تو. فلو انا رسمت لك ده مصل فايبر مصل سيل اهي، يبقى عندها كم نيوكليس؟ 1. طب لو انا قلت لك ان دي مصل سيل اللي عامله المنظر الغريب دي عندها كم نيوكليس؟ 2. واحد يقول لي وما قدرناش نوصف المصل فايبر ليه؟ اصل لو بقى مصل فايبر دخلنا في قصه غريبه. لو ده وان مصل فايبر هعد النيوكليس دي واعد دي، طب اعد دول معانا ولا دول مش معانا؟ هنتلخبط. فقال لك احنا هنوصف دلوقتي ايه؟ السل. يبقى السل طولها كام وقطرها كام وعندها كام نيوكليس؟ طولها 80 مايكرون وعرضها 15، وممكن يبقى عندها 1 او 2 نيوكليس سنترال ان بوزيشن، بصوت في السنتر بتاع المصل فايبر. طب وعندها تخطيطات عرضيه اسمها ايه؟ الخطوط العرضيه ترانسفيرس سترايشن. طب الجانكشن ما بين السل والثانيه اسمها انتركاليتد ديسك، والجانكشنز ما بين السل والثانيه الخط ده اسمه انتركاليتد ديسك. طب والخط ده اسمه ايه؟ انتركاليتد ديسك. يبقى حد كده يقدر يقول لي انا جيت خدت كده هوصف الهيستولوجيكال، عرفت ان كل مصل فايبر عباره عن وان سل ولا ميني سيلز؟ ميني سيلز. وعرفت انه ممكن يبقوا ايه؟ برانشنج واناستموزنج. فبالتالي اضطريت اشرح ايه؟ الكارديوك مصل سل الواحده. عرفت ان السل كاتب لك بقى طولها كام؟ 80 مايكرون والديامتر بتاعها 15. سلندريكال اند مي بي برانشنج، كاتب لك سلندريكال اند ايه؟ مي بي برانشنج. خلاص. طب وجوين ادجيسنت سل، يعني ايه جوين ادجيسنت سل؟ تنطقي مع الخليه المجاوره. خلاص. طب لو جيت سالتك الساركوليما بتاعتها ثين ساركوليما، هنعرف ان الغلاف بتاعها رفيع، سيل ممبرين رفيع. نيوكليس كم واحده؟ 1 او 2 في المصل فايبر ولا في المصل سيل؟ في المصل سيل. خلاص. لو جيت سالتك بالال ام الساركوبلازم بتاعنا لونه اسيدوفيليك وفيه ترانسفيرس سترايشنز، اسيدوفيليك وفيه ايه؟ ترانسفيرس سترايشن. مكان التقاء السيلز مع بعضيها الخط ده اسمه انتركاليتد ديسك. اسمه ايه؟ انتركاليتد. ما معنى كلمه انتركاليتد؟ المحشوره بين. كلمه انتركاليتد يعني محشور بين، انتر يعني بين، كاليتد يعني محشور، محشور بين المصل سيل دي والمصل سيل دي الخط ده. اوكي. طب تعالوا بقى ناخد سريعا اورجانلز. الاورجانلز مش هتاخد منا 5 دقايق، لان ليه؟ لان انت عارفني. بص يا حبيبي،
انا عايزك تفكر وما تبقاش عبيط. خلاص؟ هي الكاردياك ماسل ريد ولا وايت؟ ريد. يعني عندها ميتوكوندريا كتير ولا قليلين؟ كتيرين. كتيرين. عندها مي وفايبرلز كتيره ولا قليله؟ قليله. شطور. شطور قوي. طب لو جيت سالت حضرتك كده هي الكاردياك ماسل تنفع زيها زي عضلات رجلك لما تتعب تقول هاوت موديفاي؟ يعني ايه موديفاي؟ ربنا راح خليها لك ريد من اللي بتشتغل ليل ونهار، بس دي كمان ما ينفعش تقف ولا دقيقه. انت متخيل العظمه ان حاجه تشغلها 50 سنه 70 سنه ممكن 80 سنه من غير ما تقف خالص؟ في حاجه كده في الدنيا؟ عربيه طياره تنفع تشتغل كده على طول من غير ما تقف 80 سنه متواصل؟ ما ينفعش. قالك فديها ربنا اداها ايه؟ اكسترا سورس من الانرجي، اداها كمان اكسترا جلايكوجين. قالك ليه؟ قالك لحسن لحسن لا قدر الله تبقى انت طالع السلم بسرعه، ودي رد لازم ما تقفش ابدا، او لو رجلك وقفت او تعبت هتروح قاعد مش هيحصل حاجه. طب لكن ينفع تبقى طالع سلم بسرعه او بتجري نقول قلبك خلاص مش قادر ولا ده لازم يكمل بقى هيكمل؟ قالك ازاي؟ during stress رحنا مطلعين له extra source of energy اسمه glycogen. يبقى هي عندها مصدرين الطاقه كتير قوي، عندها الميتوكوندريا كتيره وعندها ايه كمان؟ الجلايكوجين كتير. يبقى هي لكن هي الكرايتيريا بتاعتها تميل الى انها ايه؟ ريد. لان المين سورس اوف انرجي بتاعها هو ايه؟ الميتوكوندريا. هو ايه؟ الميتوكوندريا. وعدد المايوفايبرلز قليله. يبقى الترانسفيرس سترايشنز اللي معتمده على وجود المايوفايبرلز هتبقى واضحه ولا اقل وضوحا؟ اقل وضوحا. طب لو جيت سالت حضرتك نتوقع عندها ساركوبلازميك ريتيكولوم اس اي ار اللي بنخزن فيها كالسيوم كبيره وحلوه ويل ديفلوبت ولا النوت ويل ديفلوبت؟ ده تفكير الطالب بتاع الطب المنطقي اللي هو غلط. لقوا ان الاس اي ار بتاعتها اي كلام. واحد قالك ليه؟ المنطقي المنطق بيقول ان لازم يكون عندها كالسيوم كتير تعمل له بامب كتير. قالك طب بصوا بقى هي الكاردياك ماسل دي شغاله على طول طول النهار عماله تعمل ايه؟ بامب للكالسيوم، ما يلحقش يرجع تاني جوه الساركوبلازميك ريتيكولم. بامب للكالسيوم ما يلحقش يرجع تاني جوه الساركوبلازم. ام ربنا ادها ميكانيزم غريب جدا، ده عظمه ربنا. خلص ايه بقى؟ قالك طب فكرنا نعمل حاجه، ما نخلي الاس اي ار دي زي شوال مليان كالسيوم مش بيكبوا زي السكيليتال ماسل مره واحده، امال بيعمل له ايه؟ لو ريليز اند مينتين ذا كالسيوم. يعني طريقه خروج الكالسيوم منها ايه؟ عارف جبت شنطه كده كيس مليء كالسيوم، وكل ما الكالسيوم جواه يقل املاه تاني عبي شويه كالسيوم، بس طول الوقت عمال تكب الكالسيوم ده بايه؟ سلو ريليز مينتين كالسيوم ريليز على طول. ليه؟ انت محتاج على طول عندك مستوى معين من الكالسيوم عشان يعمل سلايدنج للاكتين اوفر مايسين. اصل الاكتين اوفر مايسين عمالين سلايد ايه كل الوقت. اوكي، فانا كده مش محتاجين نجيب اس اي ار من الكبيره، احنا عايزين اس اي ار صغننه طول النهار نخليها تكب كالسيوم ان سلو ريليز، مش عايزينها اللي تبقى مليانه كالسيوم كبير من الكالسيوم وتعمل له بامب مره واحده. مش هتعمل كده، امال هتعمل ايه؟ سستيند سلو ريليز للكالسيوم على طول. فلك سبحان الله. طب واحد قال لك طب وايه السبب التاني ان الاس اي ار مش نوت ويل ديفلوبد غير ان ده السبب الرئيسي ان هي بتعمل سلو سستيند ريليز للكالسيوم ببطء شديد؟ طب والسبب التاني؟ قال لك ده استفيد بكل نقطه في السيتوبلازم ان احط ميتوكوندريا. قال لك ميتوكوندريا 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 للابد. ليه؟ نو واي ان هي تقف، نو واي ان هي تعرف توقف. فلازم مصدر طاقه متجه على طول موجود لا يمكن انه يتوقف. يبقى لو انا قلت لك ان تخيل الميتوكوندريا في السكيليتال ماسل 2% في الكاردياك ماسل، برسنتج رهيبه من الكاردياك ماسل فايبر هي ميتوكوندريا. يبقى لو جيت سالتك كده الميتوكوندريا 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 مهمه 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 جوه الكاردياك ماسل فايبر، يبقى تقدر توصفهم لي كده كاورجانيلز. يلا حبيبي تعال قول لي بقى انت فهمت، امسك لي كده
لما اجي واحد يقابلك في الشارع يقول لك يا دكتور هي كارديك ماسل فايبر فيها ايه، ترد عليه تقول له ميتوكوندريا. يسالك يا دكتور لو سمحت ايه تاني، قول له يا ابني ميتوكوندريا قلت لك انت عبيط ولا ايه، قول له كده قلت لك ميتوكوندريا. لك طب معلش اديني حاجه تانية جنب الميتوكوندريا، مايو فايبر اللي يلا حبيبي. طب ايه تاني يا دكتور؟ جلايكوجين. طب واخر حاجه اس اي ار. يبقى انا حطيت ايه كمان بقى في الاخر؟ يبقى اول حاجه حطيت ميتوكوندريا بالهبل ومايو فايبر اقل. طب خلي بالك عشان امتحان الام سي كيو هيوقعك، يقول لك الكاردياك ماسل لس مايو فايبر. الطالب بالعاطفه بتاعته يقول لك ده الكاردياك يا عم، زود له مايو فايبر على قد ما تقدر، حط له ميتوكوندريا على قد ما ربنا يديك، زود ده القلب يا بابا زود على. لا يا حبيبي هيوقعك في الامتحان وهيجي عند نقطه ضعفك. هو عارف ضعفك فين؟ ضعفك هيجي لك يقول لك بص كده كاردياك ماسل عندها مايو فايبرز كتيره، هو مش هيسالك عن الميتوكوندريا عشان عارف ان انت عارف ان عندها ميتوكوندريا كتير، هيسالك عن المايو فايبر. انت كده توزنها في الامتحان هتحس ان عندها كتير لا نو لس اقل. طب بس مين اللي كتير قوي؟ ميتوكوندريا. وديناها اكسترا سورس من الانرجي مين؟ مايوجلوبين. ليه؟ قصدي جلايكوجين. ليه؟ عشان during stress نقدر نديها energy. طب لو جيت سألت حضرتك كده والسيركوبلازميك ريتيكولم well developed ولا less well developed؟ less well developed. طب من كتر ما هي less well developed، فاكرين في السكلتال ماسل كنا بنعمل حاجة اسمها ترايات tubular system. كان حد فاكر ايه هو الترايات ده؟ كان هو ده الترايات. كان عباره عن ايه ترايات؟ وان تي تيوب ومعاها اثنين تيرمينال.